مشاهدينا الأعزاء، تحية طيبة وأهلا بكم. نستهل نشاطنا هذا اليوم بإعلام بريح قوية ساري المفعول لمدة 24 ساعة ابتداء من هذا اليوم على الساعة منتصف النهار بالتوقيت العالمي، ويهم شمال تونس، ثم لاحقا شرق تونس، حيث تهب الريح من القطاع الغربي قوة 7 إلى 8 من سولم بفور، أي ما يعادل 28 إلى 40 عقدة، وذلك نتيجة لمنخفض الضغط الجوي على خليج جنوب يسهم في تسيير تيار قوي من القطاع الغربي على شمال تونس ثم لاحقا شرق تونس. توقعاتنا الجوية المنتظرة لما بعد الظهر إن شاء الله: بعض السحب على مجالاتنا البحرية بشمال تونس، رياح غربية سرعتها من 25 إلى 30 عقدة، البحر شديد الاضطراب بشرق تونس، رياح غربية شمالية غربية سرعتها من 20 إلى 25 عقدة، البحر يكون مضطرب، وبخليج قابس تهب الريح شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب والرؤية تمتد من 4 إلى 6 أميال. هذه الليلة طقس قليل السحب على مجالاتنا البحرية كذلك، بشمال تونس رياح غربية شمالية غربية سرعتها من 30 إلى 35 عقدة، البحر يكون شديد الاضطراب، بشرق تونس رياح غربية شمالية غربية سرعتها من 25 إلى 30 عقدة، البحر شديد الاضطراب كذلك، وبخليج قابس رياح غربية سرعتها من 20 إلى 25 وتصل مؤقتا إلى 30 عقدة، البحر مضطرب والرؤية تنخفض تدريجيا من 6 أميال إلى 4. توقعاتنا الجوية المنتظرة ليوم الغد إن شاء الله: بعض السحب على مجالاتنا البحرية، الريح تكون من القطاع الشمالي بسواحلنا الشمالية وبخليج الحمامات سرعتها من 20 إلى 25 عقدة، البحر يكون مضطرب ورؤية تمتد من ميلين إلى 6 أميال. بالنسبة لمنطقتي الشبة وخليج قابس، يتواصل الريح من القطاع الشمالي سرعتها من 20 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب ورؤية تمتد من ميلين إلى 6 أميال. نمر الآن إلى حركتي المد والجزر بميناء إصفاقس، 46 سنتيمتر على الساعة 9 ليلا و13 دقيقة، ومتر و58 سنتيمتر على الساعة 3 صباحا و14 دقيقة. بميناء قابس، 52 سنتيمتر على الساعة 10 ليلا، ومتر و94 سنتيمتر على الساعة 3 صباحا و19 دقيقة. بميناء جرجيس، 30 سنتيمتر على الساعة 9 ليلا و17 دقيقة، و92 سنتيمتر على الساعة 3 صباحا و26 دقيقة. في الختام ولمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال بالموزع الصوتي، زيارة موقع الويب أو بعث إرسالية قصيرة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.